مجموعه من الشباب شباب ان شاء الله الابطال واقفين اعتصام سلمي لا اكثر ولا اقل. بس هاي الميليشيات مال الاحزاب واذنابهم جماعه ايران وجماعه امريكا، احنا ما نخلي بس دوله وحده. وكنا خريجين، انا احكي لك انا خريج، لحد الان تعيين ماكو، طالع من ضيمه طالع، يعني ما عندنا ايجار نط، ما عندنا مصرف، ما عندي اني ما عندي ملابس اشتري. من ضيمه طلعت يجي يضربني بالدخانيه، لا يضربني بهاي مال الفلفل حتى الاكسباير مالتها منتهي. بس ان شاء الله هم يروحون واحنا نبقى، العراق مالتنا مو مالتهم. احنا ما شفنا، اني يعني قبل ساعتين اجيت ما شفت، بس قالوا اكو شهداء وقعوا. البارحه هم جريت بمال ساحه عدن من سد الساعه 12 بالليل، هواي صوبوا من عندنا من شبابنا. اي نعم، اي رصاص حي قاعد يستخدمون، وبالذات اللواء، لواء المالكي مال الخضراء بالذات، هو اللواء مالتهم جاي هنا وكلهم لابسين اسود، حتى عراقي ما يحجون. انا اليوم اتقدم باكر انطي روحي على مجدول، واحنا نعيش حياه حره كريمه، وهذا العراقي لازم يعيش حياه حره كريمه. واني اقول لهاي الشباب اصمدوا يا شباب، تعالوا يا شباب، هاي ساحه التحرير بيتكم، وهاي ساحه التحرير مطلبكم ومطلب كل الشعب، وان شاء الله ننتصر عليهم. ماكو شيء ما وراه، بس لازم تخلص امورهم، لازم يجي يوم ويخلص ويطلع ويظل العراق للعراقيين. العراق عمره آلاف السنين، يريد سيادة، يريد سيادة شعب. نعم، بالنسبة أنا بهاي موجودة، أنا بهاي الساحة شفت كثير من الجرحى، والبارحة صديقي والله عمره 17 سنة، والله بجيت عليه بشي البارحة، خطية استشهد هناك بيم الخلاني، والله هو رجل بطل ومناضل، والله وسبع، وشون هو صاحب ابتسامة حلوة يا شباب، والله صاحب ابتسامة حلوة هذا الشاب الراح. البارحة انكتل وأنا جيت الساحة تعرى على مود أشوف الموقع ماله، واني كتل والله، ورحت وشفت هيك عالم ودي يضربوهم بهذن الدخانيات ودي يضربوهم بالطابوق وطلق حي، والله هاي بعاني شفت اني وما حد قال لي، وشفت جرحى هواي، واني من الناس انجرحت انضربت براسي وخيطوا لي راسي ذول الشباب، وهذا الدم باعوا هذا الدم. هاي اليوم الصبح اجيت هنا شويه دباوح من بعيد، اجتنا وحده ضربتني على راسي، وانا اقول للشباب يا شباب لا حد يتركنا، من تركتونا ضاع حقنا، ونقول لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق.